دخلنا في المقابله ما وجانا هدف ضد مزرعه مقابله، دخلنا ما بين الشوطين حاولنا نصلحوا شي اخطاء درنا في المات الاولى. كيف ما كتشوف في الجوله الثانيه ما تاحوا لنا بزاف ديال الفرص، والحمد لله نصفنا ربي في الاخر ديال المقابله وتمكنا من تسجيل الهدف. طبعا بعد الاخطاء ديال الكاس كيفاش كان معكم المدرب قاعدكم في المقابله ديال الاولى؟ وبعد الاقصاء مش نقول لك ما اثر علينا شويه، حاولنا نساو ديك المقابله ونفكروا في البطوله لاننا احنا متصدرين البطوله من الدورات المقبله، والحمد لله نحاولوا نجيروا هذه المقابلات الباقي ان شاء الله. هي بجماهير والجماهير واخا غابت علينا معنا معنا بحال حاضرين معنا في التيران، حاولنا الجمهور ديال الوداد يكون لصالحنا فبشير بحال هما اللي كيشجعنا. فرق جماهير الان هو متصدر مصادر بني الدين، الدور القادم استغلوا فرق ذاك السابق، كيفاش كتشوف هذه المواجهه؟ والمواجهه غتكون بالنسبه ليا عندها واحد الطعم اخر، وتاي ان شاء الله غادي نخدموا ان شاء الله تاي ونحاولوا نجيبوا نتيجه الانتصار ان شاء الله. الله.